مولاتي تقترح مين لتعيينه في المنصب ده؟ قطورة. قلت مين؟ قطورة الحوثي؟ انت راح لإشارة مولاتي. أهلا أهلا بالقائد عماس. ممكن تقولي لحد دلوقتي ما قبضتش على إيليا ليه؟ مولاتي الأمر لسه ما خرجش من تحت إيدينا، وأنا أوعدك يا مولاتي إن بكرة هتصرف وهقبض عليك. بتوعدني إنه بكرة هتتصرف وتقبض عليك؟ لسه هتقول لي هنجيب هنقبض على ايليا؟ لا، الهادي خلتني اعزل عماسه من منصبه واعينك انت ياهو القائد العام لجيوش مملكتنا العظيمه. ياهو ياهو، انت عارف ان مملكتنا بعدتها خطر فظيع. الملك ارام وجيوشه في الخارج، مش عايزين كمان يبقى في خطر تاني في الداخل. إيليا، انت لازم تجيب لي إيليا ده حي ولا ميت. يا مولاتي اعتبري إيليا في عداد الأموات. خلاص أمرك يا مولاتي، تأمريني بشيء تاني؟ لا، للنهاردة كده كفاية، انصرف يا ياهو. انصرف يا مولاتي؟ انصرف يا ياهو. أمرك يا مولاتي، أمرك. قطورة، أهلا أهلا برئيس كهنة مملكتنا. في إيه؟ في إيه يا قطورة؟ في إيه بس يا مولاتي؟ في إنهم بيقولوا إن قطورة ما بيروحش المعابد والمذابح وما بيحضرش الحفلات الملكية. أنا لا، دي وشاية. خلاص 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 يا قطورة. قطورة أنت رئيس كهنة مملكتنا العظيمة، كل اللي هو مطلوب منك إنك تراعي شؤون وظيفتك. صعبة دي؟ لا يا مولاتي، المهم رضاك عني يا مولاتي. مولاتي تأمرني بشيء تاني؟ أيوه، عايزك تروح لوصفتنا ركاب في موضوع كده صغير، عايزك تسويه معها. انصرف. سمعا وطاعا، سمعا وطاعا. ربي وإلهي. لا 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 لا، مشكلة بسيطة زي دي حلها عندي كده كده يا حبيبي كده.